الو، قالوا اتفضل. السلام عليكم شيخ وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. شيخ وليد حبيبي، شنو سؤالك؟ والله سؤال، ان في رواية بتقول ان المعصوم قال ازعم ان فاطمة اللي هي ام اسماعيل، يعني ام معصوم وزوجة معصوم، فالمعصوم عندك بيقول انا لا ازعم ايه ان المكان ده الذي احبط الله فيه حج ام اسماعيل، تمام؟ ففي ايه نفس الرواية كمان، طب ليه يا عم يعني حبط حج ام اسماعيل؟ قال لك لان انا كنت قاعد في خباء، فقلت للجاري هاتي لي شوية ماء، فجابت له الماء، قام شددها من دراعها ومدخلها جوه الخباء، قام جاي ايه اصابها، يعني جامعها، فلما جامعها قال لها ليه؟ نعم لما تغسلي راسك من الشفاء كويس، فالجاريه غسلت راسها بس من الشفاء كويس، فقابلتها مين؟ فاطمه نعم ام اسماعيل. فام اسماعيل شافت نعم راسها كده شكت في الموضوع، فلما شكت في الموضوع قامت ماسكه راسها، قالت لا تغتسل ودلوقتي وفي الحج يبقى في حاجه غلط، قامت ماسكاها قامت فرقعها علقه وضربها ضربه علقه موت، وقامت جايه حلقه لها شعرها كمان. فقام المعصوم قال لك ايه؟ نعم قال لك بهذا الفعل احبط الله عز وجل عمل ام اسماعيل. اتفضل. نعم شيخنا العزيز، بس عندنا احنا يمنا اي رواية يطعن بالمعصوم هذا الرواية ما ناخذ بها. باشا، كلمة احنا، كلمة احنا يعني معناها احنا الشيعة، صح؟ نعم طيب الحر العاملي من الشيعة، شلون شيخنا؟ الحر العاملي العالم، الحر العاملي عندكم من الشيعة؟ شيخنا لو كان شيعي او سني او يهود، يا احنا باشا أنا الرواية سألتك يطعن سؤال، على شيخ المقصوم ما الطائفة ناخذ عندكم، بيها. شيخ الطائفة الخوئي، بلاش شيخ الطائفة، الخوئي عندكم واخد لي بالك من الطائفة الشيعية؟ يعني بيدخل تحت كلمة نعم احنا؟ نعم احنا الشيعة طيب كله ما الطبراسي ناخذ رواية اسمعني بس، الطبراسي بيدخل تحت كلمة احنا؟ نعم جميل، او كل بقى كل اللي تحت الشيعة كلمة احنا، كل اسمعني علاء بس اسمعني، او كل بقى اللي تحت بس كلمة احنا، يا عم اسمعني، كل اللي تحت كلمة احنا الا انت صححوا الرواية ديت وقالوا ان الرواية دي ما فيهاش حاجة، يبقى انت بقى مين؟ شيخنا ما اقول لك الرواية كذب، عندنا احنا نحن الشيعة يا عم لدينا رواية نحن صحيحة شيعة، لف بعيد يا ابن الله يهديك، لف بعيد يا ابن، لف بعيد، بقول لك احنا، طب احنا ده مع الحر العاملي تحت احنا، الطوسي تحت احنا، الفايد الكاشاني تحت احنا، الخوئي تحت احنا، كل احنا دول مش عاجبينك؟ بقول لك احنا